الفطور بينون المدهش. أهلا يا بينون. مرحبا جميعا. تبدو سلتك ثقيلة جدا يا بينون، ماذا في داخلها؟ إن بها مكوناتي. كنكراتي؟ ماذا؟ مكونات، ما يلزمني لتحضير فطور مدهش غدا صباحا. لكن ما معنى فطور مدهش؟ سأحضر شطائر الفاكهة، المعجنات، البيض، الحبوب، الكرواسون، الجبن، الفطائر، كل شيء. هذا رائع، أظن أنني سأحب فطورك المدهش. لما لا تمضي الليلة عندي وهكذا تتذوق فطوري المدهش في الصباح؟ أوه هذا رائع، هل يمكنني؟ أرجوك. طبعا يمكنك يا رومبا. انتظرني. أنا جاهز يا بينون، هيا بنا. إلى اللقاء يا روزي. إلى اللقاء، استمتع. لم أنم هنا وحدي بدون رومبا من قبل، ماذا سأفعل؟ فكري سينصحني. أهلا يا روزي. أهلا يا روزي. هل تأتين مع رومبا للتنزه معنا؟ لا شكرا، أنا ذاهبة لفكري، ورومبا سيمضي الليلة في بيت بينون ليشاركه فطوره المدهش المميز. إلى اللقاء. أعجبتني حكاية الفطور المدهش، علينا أن نفعل ذلك، ولكن سأسميه فطور كرز الممتاز بامتياز. أوه رائع، أنا متشوقة. أتظن أن روزي بخير؟ نعم لا تقلقي، سأحتفظ لروزي بحصتها من فطوري. هيا لنحضر ما نحتاجه. أنا سعيدة لأن رومبا سيتسلى، لكنني سأشتاق إليه. أنا متأكد أن بإمكانك أن تفعلي الكثير بدونه. يمكنني أن أرسم قليلاً، أو أن أسقي أزهاري، أو أقرأ كتابي المفضل دون مقاطعة رومبا. إذن لا بأس إن بقيت وحدي. لا بل يبدو سآتي عندك. هذا لطف كبير منك يا بلبلة. لا شكر على واجب. سنقضي سهرة لطيفة، كما أن فطورك أفضل من فطور بينون. تعال لنلعب يا كرز. هذه لفطورك الممتاز بامتياز؟ نعم، ولكن الطعام أشعرني بالجوع. لقمة سريعة لن تؤذي أحداً. حان وقت الاستعداد للنوم. لا، لم يحن وقت تنظيف الأسنان. أنا أنظف أسناني دائماً قبل أن آوي إلى الفراش، ولكن أقوم أنا وروزي بأمور أخرى قبل النوم. ماذا مثلاً؟ يمكن أن نأوي إلى الفراش الآن؟ ها تقريباً. ترى أين سأنام أنا الليلة؟ في أرجوحة رومبا، إنها جميلة ومريحة. لا أستطيع أن أنام في هذه، أريد عشاً لطيفاً ومريحاً. ربما أستطيع أن أبني لك واحداً. أمسكي بهذا من هنا، وأنا سألف هذا بهذه الطريقة هكذا. أوبس. لا يمكنك النوم؟ لا، الأمر غريب بدون روزي. أنا أنظر صوب النجوم عندما لا أستطيع النوم. أتعرف أسماءها؟ هل لها أسماء؟ نعم، أترى تلك المجموعة من النجوم هناك؟ اسمها الدب الأكبر. واو، مثلك أنت. هل هناك الأرنب الأكبر؟ ترى ما الذي يفعله رومبا الآن؟ ربما يحاول أن ينام ولا يستطيع.
لا أستطيع أن أنام. حاول أن تعد النجوم. 1 2 3 4 5 نسيت واحدة. 1 2 3 4 5 أوه نجمة جميلة. لا أضعت العد. نجمة 2 3 بلبلة أنت مستيقظة؟ بلبلة آسفة يا بلبلة لم أقصد إيقاظك. رومبا يفعل هذا بي دائما. اشتقت إليه. أحيانا رومبا يغضبني بسبب ضجيجه والفوضى التي يسببها، ولكن أتصدقين اشتقت إلى ذلك أيضا. هذا لطيف يا روزي. لا أصدق، ما هذه الليلة؟ هل نمت قليلا يا رومبا؟ لا لا أظن ذلك. هل حان وقت الفطور المدهش؟ ليس تماما، نحن في حاجة إلى نزهة في الهواء الطلق أولا كي ننشط. هيا لننطلق. آسفة لأنني لم أدعك تنامين. لا بأس يا روزي، أظن أنني أعرف تماما ماذا يمكن أن يفرحك. صحيح، سأعود حالا. هل سنذهب لنرى روزي؟ لكن ماذا عن الفطور المدهش؟ هناك متسع من الوقت للفطور. سأذهب إلى بينون وأصطحب رومبا إلى روزي، وعندها سأتمكن من النوم. هذا هو؟ فطور كرز الممتاز بامتياز؟ نعم، آسف، عندما أكلت لقمة التهمت كل المكونات. آسف يا لي. لا عليك. ما زلت جائعاً. فكرة، لنذهب إلى بيت بينون، ربما لديه ما يكفي لنا أيضاً. ياهو بينون، رومبا. أين هما؟ أهلاً بينون، جئنا للفطور. بلبلة، أين بينون؟ لقد ذهب، ورومبا أيضاً لا أجده. لنبحث عن روزي، تعرف ماذا نفعل. روزي، روزي، ليست هنا. لا تقلق يا رومبا، سوف نجدها. يا بينون، أين يمكن أن تكون؟ رومبا، بينون، وجدناكما. ولكن أين روزي؟ روزي! يا رومبا، اشتقت إليك كثيراً، لم أستطع النوم. أنا أيضاً يا روزي. جئت لأحضر بعض التفاح احتفالاً بعودتك. سأصنع فطيرة تفاح وفراولة. يم. والآن هل نستطيع أن ننام أخيراً؟ أرجو ذلك. لقد ناموا جميعاً. نعم، لن يكون هناك فطور مدهش ولا ممتاز إلا إذا لا، لقد تأخرت في النوم. تأخرت على ماذا؟ الفطور المدهش الممتاز بامتياز. هذا أفضل فطور مدهش وممتاز في العالم. الفطور المدهش الممتاز كان شهياً جداً، وكان ألذ وأشهى لأنني أكلته معك يا روزي. شكراً يا رومبا، اشتقت لك أيضاً. إذن علينا أن نحتفل بعودتنا معاً، وذلك على غداء شهي وشاي رائع وعشاء ألذ من لذيذ، وفي اليوم نفسه. يا رومبا. تلألئي أيتها النجوم.
يقول: هل ستأتي للنوم يا رومبا؟ قضيت وقتاً طويلاً تنظر من التلسكوب. أنا أتأمل كل النجوم. انظري، يمكنك رؤيتها. رائع، انظري إلى هذا. ماذا هناك يا رومبا؟ نجم ساقط. مذهلاً. تظنين الآخرين رأوها؟ سنكتشف هذا في الصباح. كانت 10 على الأقل وشديدة اللمعان وساحرة للغاية. مرحباً روزي، مرحباً رومبا. هل رأيتما النجوم الساقطة؟ نعم، كانت جميلة، أليس كذلك؟ كنت نائمة لذا لم أرها. يمكنك أن تريها في كتابي هذا. شكراً يا رومبا، ربما تعود مجدداً الليلة. ترى أين تذهب النجوم الساقطة؟ أين؟ حسناً، إنها إنها هل تعرف يا فكري؟ حسناً، النجوم الساقطة تبتعد لتتلاشى في الفضاء أحياناً، وأحياناً تسقط على الأرض. هل تعني أن النجوم ربما تكون سقطت هنا؟ أعتقد هذا. يا كرز، أيمكنني أن ألعب بكرتك؟ بكرتي بالتأكيد. احترس يا ونيس. أنا بخير، أنا بخير. ربما تحتاج إلى بعض الدروس في فنون ومهارات كرة القدم. إذن أين لين؟ كانت هنا منذ دقيقة. أتمنى ألا تكون حزينة لعدم رؤيتها للنجوم الساقطة. كانت الوحيدة بيننا التي لم ترها. هيا نسهر جميعا ونبحث عن النجوم الساقطة الليلة. نعم، فكرة رائعة. رائع. ها قد وجدناك يا لين. اسمعي، لا تنظري إلى ما نفعله هنا. نحن نخطط لمفاجأة من أجلك. وأنا أعد مفاجأة لكم أيضاً. أراكم لاحقاً. سأذهب للبحث عن النجوم التي سقطت من السماء ليلة أمس. حقاً؟ أها. كرز، ماذا عن تمريني على الكرة؟ أجل. أظن أن ريشي زلق جداً. بالتمرين سوف تتعلم كيف تلتقط الكرة. ذات يوم يا ونيس. مكتوب في الكتاب أن ما نراه في السماء ليست نجوما حقيقية موجودة. إنها مجرد أشعة شمس. أوراق شجر. لا بأس أيتها النجوم الصغيرة، سأعتني بكم. مصباح جاهز. فرشاة أسنان جاهزة. لين. لا. روزي، رومبا، انظر ماذا وجدت. ما هذا يا لين؟ نجوم، لقد وجدتها في الحديقة. إنها النجوم الساقطة التي شاهدتموها تسقط من السماء أمس. أواثقة أنها نجوم متساقطة؟ نعم، فكري قال إنها تتساقط أحياناً على الأرض، لكنني قلقة لأن ضوءها يخفت. أين يجب أن أحتفظ بها في رأيكم؟ النجوم توجد في السماء. إذن فلنعيدها إلى السماء. نعيدها إلى السماء؟ وكيف يمكن أن نفعل هذا؟ مستعدة لأول نجمة؟ وادفع. سألقيها. التقاط جيد يا كرز. واو، ما هذه؟ لين عثرت على النجوم الساقطة التي رأيناها.
نرميها إلى أعلى لتعود إلى السماء. لابد أن تجدوا شيئاً أقوى من مجرد أرجوحة. هل يريد أحدكم اللعب؟ تادا! ها؟ إليكم جهاز إطلاق النجوم. هيا بنا إلى ساحة اللعب حتى نجربه. استعدتوا؟ والآن 5، 4، 3، 2، 1، انطلقوا! انطلقوا! إنها ترتفع في السماء! انطلقوا! لم ترتفع بما يكفي. نجومي! ما هذا الصوت؟ نتعرض للهجوم! هذا يدغدغني. نجومي، هل ما زالت بخير؟ تبدو في حال جيدة. نجوم، لكن الليل لم يحل بعد. إنها النجوم الساقطة التي رأيناها ليلة أمس. لين وجدتها وكنا نحاول أن نعيدها إلى السماء ثانية. أظن أنها تتلألأ مثل النجوم. لماذا تقول مثل النجوم يا فكري؟ أليست نجوم؟ إنها ليست نجوماً، لكنها شيء مميز مثلها. هذه تسمى شرانق. ماذا؟ هذه شرانق، أتعني أنها البيوت التي تصنعها اليرقات؟ قبل أن تتحول إلى فراشات؟ وليس فقط إلى فراشات، فاليرقات يمكن أن تتحول إلى كل أنواع الحشرات الطائرة. رائع، ومتى تفقس؟ لا أعرف، ولكن إلى أن تفقس ربما علينا أن نعيدها إلى أغصاني. تراجعوا، أنا الشخص المناسب لهذه المهمة. إذن هي ليست نجوماً حقيقية بالفعل؟ أينبغي أن نخبر لين بمفاجأة النجوم؟ شكراً لكم جميعاً، هذه مفاجأة رائعة. أتظنين أنه سيكون هناك المزيد من النجوم الساقطة؟ أتمنى هذا يا رومبا. لابد أن أرى النجوم هذه المرة. يا ونيس، هل تريد أن تلعب؟ لا، أشكرك يا كرز، لا أظن أن بمقدوري الالتقاط. انظروا، هذه الشرانق تفقس. ترى ما هذه؟ حشرات مزغبة. رائع. لماذا تحلق كثيراً في المكان؟ كي يتعلموا كيفية الطيران. احترسي. لا بأس، لا تقلقوا، سأمسك بها. أمسكت بها. هل رأيتم هذا؟ يمكنني الالتقاط. تبارع في هذا يا ونيس، أحييك على هذا الالتقاط. إنها أكثر روعة من النجوم المتساقطة. شكراً لكم جميعاً. يلين. روزي؟ ما الأمر يا رومبا؟ لو ستصيرين نجمة، أي نوع من النجوم ستختارين؟ أختار أن أبقى نجمة في السماء تتلألأ. ألا تظني أنك ستملين؟ أعتقد أنني سأكون نجماً متساقط، أو ربما سأكون نجماً متقافز. نجم متقافز؟ ألا يوجد هذا؟ سأكون نجماً متقافزاً جيد. انظري، بوينغ بوينغ بوينغ. ربما يمكنك أن تكون نجماً نائماً يا رومبا. أعتقد أنك محقة. بوينغ. السيرك.
تذهبين معنا؟ لا، أفضل الذهاب إلى السيرك بدل اللعب. السيرك؟ نعم، انظرا، قرأت الكثير عنه في كتابي. مكتوب هنا أن عروض السيرك هي الأروع في العالم. واو، يبدو ممتعا بالفعل يا لين. إذن هل ستأخذينني لمشاهدة السيرك؟ نعم بالطبع إذا أردت. شكرا لك. سأذهب لأخبر بينون. ماذا فعلت يا روزي؟ وعدت لين بأخذها إلى السيرك. إذن هل ترين أي سيرك؟ لا، لكني أرى فكري، ومن فوق تلته يمكنه أن يرى ويخبرنا. أترى شيئاً؟ آسف يا روزي، لا أرى أي خيمة في الجوار. ألم أقول لك هذا؟ ماذا سأفعل الآن؟ لقد وعدت لين، يجب علي أن آخذها إلى السيرك. أحب السيرك، أنا أبرع من يتأرجح على الحبال. أليس صحيحاً يا فكري؟ حسناً، بالفعل أنت أبرع بلبلة رأيتها في حياتي. هيا شقلبة شقلبة. هيا، لما لا تبدأوا أنتم أولاً؟ بلبلة، أنت عبقرية. فعلاً؟ لقد أعطيتيني فكرة مذهلة. لما نبحث عن سيرك بينما يمكننا اختراع واحد فوق التلة؟ نحتاج إلى خيمة كبيرة وبعض اللاعبين كما في كتاب لين. هيا يا فكري، أسمعنا من جديد. اقتربوا، تعالوا، عروض السيرك ستبدأ في الحال. سوف تكون أفضل مدير سيرك. شكرا يا روزي. انظروا إلى ما أفعل. واو. تابعوا هذه أيضا. ممتاز. ماذا عنك يا رومبا؟ أنا طبعا سأرفع الأثقال. ثقيلة، سأتدرب أكثر. حسنا، من بقي؟ أنت بخير يا بلبلة؟ بخير، بأحسن حال. بالطبع هذا جزء من الأرض البلبلي. كفوا عن هذا التهريج. تماما يا بلبلة، حبات البلوط هي المهرجون. ولدت للضوء. تعالوا معي جميعا، هيا نقدم أفضل عروض السر. روزي، ماذا ستقدمين أنت؟ راقب هذا. بينون، كمون، سأذهب إلى السيرك، إلى سيرك حقيقي. لكني لم أسمع عن قدوم السيرك إلى الحديقة. هل أنت متأكدة؟ فوق، نعم، لقد أخبرتني روزي. هذا مشوق. فوق، سيأتي المهرجون، لاعب الجمباز ورافع الأثقال، ولاعب الهولا هوب التي أحبها. انظرا. واو، أنا ونحن أيضا أحببنا الهولا هوب. حقا، تعلم مني إذن. هولا، لعبة الهولا هوب هي أن تحركوا خصوركم تماما هكذا. صحيح، تقريبا. أوبس، عفوا يا كموني. لا عليك يا بينون، نحن نحتاج إلى مكان أوسع لنتمرن فيه. ياه، إنه ثقيل. مهلا، هاتي عنك. كم أنت قوي يا بينون. قوي. لا يهمني أن أكون قويا، ما أريد عمله هو الهولة. حسنا، أظنك جاهزا لتلعبها الآن.
هكذا صحيح، والآن سأبدأ. هذا لا ينفع. ما هذا؟ هيا إلى سيرك روزي فوق تلة فكري، انضموا إلينا وتحديدا لي. هيا يا بينون وأنت يا كمون. سيرك سيرك اقتربوا تعالوا. أهلا بكم في سيرك روزي المدهش. وفي عرضنا الأول رجاء رحبوا ببطل كرة القدم والبهلوان المميز في الحديقة، إنه كارس. هذه لعبة ذكية. والآن التالي، نقدم المدهش رافع الأثقال الأقوى، إنه رومبا. تابع يا فكري، أقصد حضرة المدير، أجل عرضي للنهاية. والآن لاعبة الجمباز الرائعة المذهلة والبارعة روزي. أليست روزي بارعة؟ بل هي رائعة. والآن مع الشجاعة والجريئة المدهشة بلبلة فوق الأغصان العالية. بل الحبال العالية. أي أو أي أي الحبال العالية. رائع. العرض لم ينتهي بعد. ماذا عن الرجل القوي؟ يجب أن أرفع هذه. ساعدوني. لا تقلق يا رومبا، أنا قادم. أنت بخير يا رومبا؟ على الأقل رأينا رفع الأثقال. إنه أنت يا بينون. إن لم أكن رافع الأثقال فما دوري في السيرك؟ جرب الهولا هوب. أوه أنا لا أعرف. تحتاج إلى تحريك الخصر هكذا. أنت مذهل يا رومبا. عرض رائع. آسفة، لم أعثر على سيرك حقيقي فاخترعت هذا للتعويض. أحببته يا روزي، إنه أجمل عرض شاهدته. كان العرض ممتعا صحيح يا رومبا؟ صحيح، مثل كتاب لين بل أفضل. معي كتاب أيضا. حقا؟ إنه عن القمر. انظري، لم تطلب مني استحابك إلى القمر صح؟ لما لا؟ في الواقع ليست فكرة سيئة، سنجعل تلة فكري تبدو كالقمر. هذا ما فكرت به. حبات البلوط ستكون النجوم. كارز ولين سيكونان رائد فضاء. أنت لا تسخرين مني الآن يا روزي؟ بالطبع لا. يا أرنوب القمري. أنا محق. أنت تسخرين. لا. بلى. لا. حفلة الحشرات الخفيفة.
أوه مسكين يا رومبا، اشرب هذا لتشفى. أوه عندي زكام شديد. شكرا. أوه أعطيني منديلا من فضلك. أنت مسكين، لن تتمكن من الذهاب إلى حفلة الحشرات الخفيفة الليلة. الليلة؟ حفلة الحشرات الخفيفة الليلة؟ أوه غير معقول. نعم إنها الليلة، أمر مؤسف، صحتك لن تسمح لك بالذهاب. لا لكن سأتحسن روزي. سأتحسن فعلا صدقيني. تشو خفيفة خفيفة خفيفة، حشرة حشرة حشرة، حفلة خفيفة حشرة خفيفة، حفلة حشرات خفيفة. حبات البلوط متحمسة مثلي يا فكري. نعم هي متحمسة، الفرق الوحيد هو أنها لا تعرف ما هي حفلة الحشرات الخفيفة، فهذه أول مرة لها. هيا هيا اهدأنا، أنا سوف أخبركن عن حفلة الحشرات الخفيفة. هذه الليلة في اللحظة التي تغيب فيها الشمس فوق الملعب، تخرج الحشرات الخفيفة طائرة من مغارتها وتلمع كلها في الظلام عندما تطير في الفضاء راسمة أشكالها الجميلة. ونحن نتزين ونرقص أيضاً، وبعد ذلك نقدم لها وليمة من البراعم التي تحبها. من سيساعدني في جمعها؟ أنا. أرأيتي؟ أنا بخير، قلت لك ذلك. رومبا عد إلى السرير أرجوك، أنت مريض ولا يمكنك النهوض. أنا بخير، انظري سأريكي. رومبا انظري و أتشو. أوه ترى من أتى الآن. أهلاً يا لين. أهلاً يا روزي، أحمل إليك رسالة، إنها من أرزة. شو؟ أوه أهلاً يا رومبا. أرزة تقول الألوان الجميلة سوف تلمع، ولكن لن يراها الجميع تقريباً. حسناً لا بأس، علي أن أذهب الآن بنفسي لأرى ما الأمر. نعم أظن أن للأمر علاقة بالحفلة. أنا متشوقة، وأنت يا رومبا؟ رومبا مريض للغاية اليوم. مسكين يا رومبا، سأبقى معه إن أردت. شكرا يا لين، حاولي أن تعيديه إلى السرير. أتشو. إلى اللقاء، سأذهب الآن إلى أرزة، سأعود بعد قليل. لين، ليس علي أن أعود إلى السرير، إنه مجرد زكام. اسمعي، لما لا نتمشى قليلاً؟ لكن روزي قالت. أعرف لكنني بخير. ستتأكدين خلال النزهة. حسناً، ربما. هيا بنا. ها إلى أين؟ لنساعد بينون في جمع البراعم للحشرات الخفيفة. لقد رأيت أشياء كثيرة مدهشة إلا حفلة الحشرات الخفيفة، وأخشى ألا أراها أبداً. ولكن لماذا يا أرزة؟ لأنها تطير على علو منخفض، ومن هنا يصعب رؤيتها. أنا حزينة جداً. لابد أن نجد طريقة لرؤية الحفلة. سوف أفكر في حل يا أرزة، أنا أعدك. رومبا مريض للغاية. أبعديه من هنا، أبعديه من هنا. فلتهدأي إذن يا بلبلة. قد نصاب مثله بما هو مصاب به، فلن نذهب إلى حفلة الحشرات الخفيفة. إنه فقط زكام. فقط؟
الزكام لا يقال عنه فقط. هيا هيا أيتها الأوراق السخيفة. هل أنت بخير؟ لا بأس يا رومبا. ماذا تفعل خارج السرير؟ آسفة يا روزي، لم... ليست غلطتك يا لين، أنا أردت التنزه، لكن ربما علي فعلاً أن أعود إلى السرير. نعم، هذا أفضل حل. هيا. لا أمل لي في الذهاب إلى حفلة الحشرات الخفيفة يا روزي. لا أظن ذلك يا رومبا، لكنني سأبقى هنا معك. لا لا، اذهبي أنت يا روزي. لا لا بأس، غيرنا أيضا ستفوته الحفلة. أرزا لن تستطيع أن ترى حفلة الحشرات الخفيفة من مكانها. صحيح، أتمنى لو أن الحشرات الخفيفة لا تطير فقط حول الملعب، أعني لو أنها تطير في الحديقة فقد أراها أنا وأرزا بسهولة. يا رومبا، أنت فعلا على حق، علي الوصول إلى الملعب قبل فوات الأوان. ابقى هنا واسترح، سأعود سريعا أعدك. أتشو. لن أرى حفلة الحشرات الخفيفة أبدا، ولكن أرجو أن يفرح بها كل من يراها. خفيفة خفيفة خفيفة، حشرة حشرة حشرة، حشرة خفيفة حشرة خفيفة، حفلة الحشرات الخفيفة. أين هي؟ هيا. بعد لحظات قليلة. إشارة يا بلبلة، مفهوم؟ الآن يا بلبلة، الآن. هيا جميعاً اتبعوني. روزي روزي، هل هذه الحشرات الخفيفة؟ تعال وانظر، إنها مدهشة. أوه واو. شو؟ هيا بنا. شكرا يا روزي، أنت مدهشة. حسنا يا بلبلة، المحطة التالية. لقد نجحت خطتك يا روزي، الحشرات الخفيفة لا يمكنها الابتعاد عن البراعم اللزجة بالفعل. رأيت أموراً مدهشة كثيرة، والآن بفضلكم جميعاً رأيت أمراً جديداً. لكن لماذا علي البقاء في الفراش يا رومبا؟ لست مريضة كما كنت أنت. ليس لأنك مريضة، إنها هدية لك لاهتمامك بي. لم أكن مريضا لطيفا، أليس كذلك؟ لا. أوه، هذه أزهار جميلة وعصير ولبن وقطعة حلوى. شكرا يا رومبا. أو ماذا؟ هناك شيء آخر قد يجعل هديتك فعلاً مميزة. هل تحضر لي بعض البرتقال الأزرق من فضلك؟ ها؟ برتقال أزرق؟ أنا غلبتك. أرأيت؟ أنا أيضاً لست مريضة لطيفة يا رومبا. أوه. روزي تفقد صوتها.
ستشجعينني أليس كذلك؟ حتى النهاية يا رومبا، أنا متأكدة أنك ستفوز، فأقدامك خلقت للقفز. قف على الخط، استعداد، انطلق. هيا أسرع يا رومبا، يمكنك الفوز. وبينما هما في المنحنى، كارز في المقدمة. هيا يا كارز، اقفز يا رومبا، اقفز. الآن رومبا يتقدم. بل كرز، بل رومبا. أسرع يا رومبا. هيا هيا يا رومبا، استمر في القفز. فاز رومبا بخطوة واحدة. مرحبا. أحسنت يا رومبا. روزي، الإفطار جاهز. إنه إفطار خاص لشكرك على مساعدتي في الفوز بالسباق. شكرا يا رومبا. روزي، صوتك إنه ضعيف للغاية. بالفعل يبدو صوتي غريبا يا رومبا. يبدو غريباً جداً، لابد أن نعالجك، فكري سيساعدنا في ذلك. لقد أتعبت نفسك بالتهليل والكلام بالأمس يا روزي، سيعود صوتك قريباً، عليك أن تبقي في المنزل وتتدفئي ولا تتكلمي. لكن لدي الكثير من المهام. فقدت صوتك لأنك كنت تساعدينني، والآن حان دوري لكي أساعدك، سأتحدث بدلاً منك حتى يعود صوتك مجدداً. أساعد بينون في التمرن على لحنه الجديد. أساعد كرز على تركيب أجزاء طائرته، وأساعد لين على تصفيف ريش بلبلة. فلتبقي هنا فقط وترتاحي، وسأقوم بكل شيء تماماً كما كنت تفعلين. أراك لاحقاً يا روزي. شبعت يا ونيس. واحدة أخيرة. بطة، شيء غريب يحدث في بطني. ونيس، لديك حزوقة. هل يمكنك أن توقفيها؟ حين أصاب بالحزوقة أغمض عيني وأدور في مكاني 3 مرات، هكذا تتوقف. 1، 2، 3. توقفت. مسكينة الروزي فقدت صوتها. من حسن حظي أنك ستساعدني. في العادة أنا أعزف اللحن وروزي تستمع وتخبرني رأيها في النهاية. ترى ترى ترى. هذا اللحن يحتاج إلى صوت المزمار. أبطئ قليلاً يا رومبا. لم أتصور أن تمرينك على اللحن سيكون ممتعاً هكذا، فلنعزف مجدداً. ربما لاحقاً يا رومبا. هل تظن أنني أستطيع زيارة روزي؟ سأعد لها مشروب العسل، فهو مفيد في مثل حالتها. تأكد من إخبارها أنني ساعدتك في التمرين. تمرين بينون انتهى، علي أن أذهب للقاء كرز. بينون، كيف كان رومبا؟ رومبا كان شديد السرعة في مساعدته لي في اللحن. أحضرت لك مشروب ليمون بالعسل، سأعود كي أعزف لحني لك فيما بعد حين أصلح الأوتار. مرحباً، أيعرف أحدكم علاجاً للحزوقة؟ الوقوف على قدم واحدة والعد حتى 100. شكراً يا بينون. لطيفاً منك أن تساعد روزي، سيدفئ هذا حلق روزي إلى أن يعود لها صوتها. فكرة رائعة يا لين. حسناً يا رومبا، من أين نبدأ؟ دع هذا الشيء الأزرق فوق تلك القطعة الصفراء. الشيء الأزرق فوق القطعة الصفراء. القطعة الحمراء على القطعة الصفراء. أرجو أن يكون هذا صحيحاً. الحمراء على الصفراء. أشكرك يا رومبا. فلترقدي وترتاحي وسوف تتحسنين يا روزي. سمعت أنك فقدت صوتك يا روزي. من الذي سيساعد لين في تصفيف ريشي إن لم تساعديها؟ لا تقلقي يا بلبلة،
رومبا سوف يساعدنا. رومبا؟ لتصفيف ريشي؟ هل أنت متأكدة؟ فكري يقول إن روزي يجب أن ترتاح. لماذا لا نبحث عن بعض صور التصفيفات لتكون لدينا أفكار قبل أن يصل رومبا؟ الجميع يتدبرون أمرهم بدوني. أمتأكد أننا ركبناها بشكل صحيح؟ إذن فلنشغلها. كرز، وها هي تطير. لقد كنت أمسك الرسمة بالمقلوب. أوه، إنها تطير إلى الخلف. طائرتي وقعت. بهذا التركيب الخاطئ لن تطير جيدا. روزي فقدت صوتها، لذا رومبا هو من ساعدني. لكن انظر، لقد تحطمت. رومبا يحاول فعل ما في وسعه، وهو يبذل أقصى جهده. هل الطائرة بخير يا كرز؟ أجل، مجرد خدش. لابد أن الريح تغير وجهتها. إذن لم تسقط بسبب خطأ مني. يجب أن أساعد في تصفيف ريشي بلبلة. الوداع يا كرز. الوداع. من الأفضل أن يعود صوت روزي إليها سريعا. لقد جاءتني فكرة. أراك لاحقا يا فكري. أريد التسريحة التي تزيد حجمه، كما أنها ستظهر التمويجة الطبيعية في ذيلي. يا إلهي، لم أفعل هذا بدون روزي من قبل. لا تقلقي يا لين، أنا هنا معك. تمويجة، هذه تبدو مناسبة. بكرات شعر؟ هل أنت واثق يا رومبا؟ روزي، أحضرت لك شيئاً. ما هو؟ استخدميه إلى أن يعود صوتك مجدداً، حتى لو كنت تهمسين، سيجعل صوتك عالياً. مرحباً روزي. نحن جميعاً نفتقدك يا روزي. ماذا عن رومبا يا كرز؟ إن رومبا يقضي وقتاً رائعاً في مساعدتنا. 73، 74. تقافزت وعددت حتى 103 مرات، وما زالت الحزوقة لم تتوقف. أمستعدة لسماع لحن الجديد؟ مرحبا يا بينون. لا يمكنك أن تمنعني، فأنا بلبلة، تذكري أن روزي مريضة الآن. رومبا، لقد عدت. لقد أحسنت مساعدتي للغاية. أعتقد أنه يجب علينا جميعا أن نشكر رومبا. حسنا، أنا أشكره على هذا. استخدام بقرات الشعر لم يكن فكرة جيدة. يا روزي، أنت ساعدتيني كثيراً في سباق القفز، وأردت أن أرد لك هذا الجميل. أعتذر لكم جميعاً. رومبا، عد إلى هنا. لا يستطيع سماعي. روزي، إلى أين ستذهبين؟ سأبحث عن رومبا. رومبا، هل تعرف أي علاج لإيقاف الحزوقة؟ تقف على قدم واحدة وتعد حتى 100. لم يفلح هذا. رومبا. ما هذا الصوت؟ روزي، لقد عاد إليك صوتك. أليس هذا رائعا؟ ما الأمر يا رومبا؟ أعتذر لأنني أخطأت في فعل كل شيء. أنت لم تخطئ فعل أي شيء. قدمت المساعدة للجميع، ولكن بطريقتك الخاصة. الحزوقة لقد توقفت. هذا صحيح، لم أصب بالحزوقة منذ أن أفزعتنا روزي. بالطبع، فالصدمة هي أفضل علاج للحزوقة. لقد عالجت حزوقة ونيس. ربما، لكنني لا أستطيع العزف ببراعة بينون، أو الطيران مثل بلبلة، أو القفز بمثل مهارتي. سنرى إن كان هذا صحيحا يا رومبا. <تصفيق
كرز البطل. هيك الملقة يا رومبا. ستقدرين يا روزي؟ أنا أحاول. استمتعت وأنا ألعب بطائرتي الورقية، لم أنتبه للأشجار. ياي. أوه، لقد تمزقت. لا تخف يا رومبا، سنصلحها، لكن لا تقترب من الشجر في المرة المقبلة. لن أفعل. ما هذا؟ يبدو أن أحدا ما في ورطة. ساعدوني لين، ما المشكلة؟ إنه بوني. أنا لا أراه هنا. وضعت لين بوني على حافة الجسر فوقع. أنقذوه. تعال هنا يا كموني، لا تفكر أبدا في الاقتراب من المياه. نحتاج إلى شيء نمسكه به. صحيح، ملقة الطائرة. أحسنت يا رومبا، أمر سهل. روزي، أنقذتي بوني. شكرا لك. أنا ورومبا أنقذناه في الواقع، هذا ملقة طائرته. ما المشكلة يا لين؟ سمعتك تصرخين. أنتما بطلان. بطلان؟ روزي ورومبا أنقذ بوني. كان يمكنني هذا. روزي الخارقة، رومبا الخارق. ليس خارقين، هما حتى لا يرتديان ملابس الأبطال. أي أحد قد ينقذ بوني؟ لاحقاً، إذا احتاج أحدكم لمساعدة فلينادني. تادا! ما رأيك يا أرزة؟ كرز، لما تضع قناعاً؟ لأنني الآن لم أعد كرز. لم تعد؟ لا، أنا كرز خارق. سأبحث عن شخص أنقذه لأثبت للجميع أنني البطل الخارق الوحيد، لا روزي. سيكون يوماً حافلاً بالمفاجآت. مرحباً بك يا كرز، ما الجديد؟ أنا كرز الخارق، وهذه سيارتي الخارقة. فكرة ذكية. أبحث عن شخص أنقذه. يمكنك إنقاذي من هذه، لم أنم جيداً الليلة. أقصد إنقاذاً حقيقياً. أنا واثق من أنك ستعثر على من يحتاج إلى الإنقاذ أيها البطل الخارق. 1، 2. نضعه هنا. لا تبتعد يا كموني، لا أريدك أن تضيع مني. حسناً. 7، 8. كرز الخارق هنا لإنقاذكم. 10. ها، تفضلي يا لين، أنا أنقذت دبك. لكنه لا يحتاج إلى إنقاذ، بوني كان مختبئاً. ها، ألا تحتاجين العون؟ ساعدني في العثور على بينون وكمون، نحن نلعب الغميضة. الخارقون لا يلعبون الغميضة أبداً. ها، كرز الخارق هنا لأجلكما، أتريدان المساعدة؟ لقد أصلحناها أنا ورومبا. عادت جديدة. تقريبا. لا أحد يريد مساعدتي، ساعدني لتطير هذه. وجدتها. إذا علقت طائرة رومبا سيطلب مني إنقاذها، عندها سأكون البطل، أنا كرز الخارق. آسفة يا رومبا، لا توجد رياح وهناك شجر كثير، ستعلق طائرتك مجدداً. كرز الخارق سيساعدك، أنا سأطير الطائرة. حقاً، رائع. لا حاجة إلى الرياح مع كرز الخارق. تذكر، لا تقترب من الأشجار، بل سأمر بين الأشجار. طائرتي ليس مجدداً. هي، أقصد أو لا أصدق.
سأنادي روزي ستنزلها لي. لا تحتاج إلى روزي، أنت معك كرز الخارق. إنها تتمزق، توقف، نحتاج إلى روزي. سأنزلها قبل وصول روزي. هيا. انزلي طائرة حمقاء. طيران ناجح يا كره. إنها عالقة، ألا ترين هذا يا بلبلة؟ وأرى أنك تحتاج إلى بعض المساعدة البلبلية. لا 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 أحتاج، كرز الخارق سينقذ الطائرة. كرز الخارق؟ من العيب أن تضحكي بدون سبب. كرز الخارق. هيا انزلي الآن. لماذا تضحك بلبلة؟ لا تهتم، كرز ستساعد هذه في إنزالها. التقطتها، تدا، تمت عملية الإنقاذ. هذا بفضل كرز الخارق. أوه، هذه طائرتي؟ آه، لأنك طيرتها قرب الشجر مجدداً يا رومبا. حقيقة، إنها غلطتي أنا. أردت أن تعلق طائرة رومبا كي أكون البطل وأخلصها. أتقصد أنت تعمدت هذا؟ نعم، آسف يا رومبا، أعدك أن أصلحها. أنا بطل فاشل. روزي، كرز، هل رأيتما كمون؟ ألم يكن معك؟ لا، كنا نلعب الغميضة لكننا لم نعثر عليه. جميعنا سنبحث عنه، مستعدون؟ بالطبع، سأبحث في الملعب. ابحثوا عند الأراجيح، لا تخف يا بينون، سنعثر عليه. كمون، أين أنت؟ يا كمون، ليس هنا، أين عساه يكون؟ هل هو هنا؟ للأسف لا. لا تخف يا بينون، كمون في مكان ما، سوف تعثر عليه. يا كمون، ترى أين أنت؟ شيء غريب، أحدهم في المتاهة. ترى هل هو؟ يا كمون، هل أنت هنا؟ خالو بينون، يا كمون هنا. يا كمون، عرفت أنه أنت. كرز بطل. هيا بنا يا كمون لنعد إلى الأصدقاء. لقد أخبرته ألا يبتعد. كموني. خالو. كان في المتاهة. أوه، عدني ألا تبتعد عني مرة ثانية. أنا آسف. كيف عرفت مكانه؟ لاحظت أن الأعلام تتحرك، ملاحظة ذكية. أنا فخورة بك يا كرز. شكرا لك. ربما يجب أن نناديك كرز الخارق منذ الآن. أفضل أن أبقى كرز فقط. لكن يجب علي القيام بعمل الخارق أخير. ها؟ ولما هذه؟ فكرة كرز خارقة مثله، صح يا رومبا؟ نعم، أصبحت طائرتي خارقة بفضل ردائه. جيد أننا لسنا بطلين خارقين، وإلا سنضطر إلى إنقاذ الآخرين طيلات الوقت. معك حق، ولن نستطيع النوم. ونتوقف عن تناول طعامنا لنساعدهم. على ذكر المساعدة، سأساعد نفسي. رومبا، الفراولة أجمل هكذا. أضحكتني يا رومبا.
مشكلة الفقاعات، وهذه واحدة جديدة. أخطأتها. أحب الفقاعات. هذا جيد، إليك المزيد منها. هي، هذا كرز. مرحبا، انظروا ماذا أفعل. من يريد أن يرى رقلتي؟ إنها مدهشة. فقاعات جديدة. بينون، انضم إلينا في لعبة الفقاعات يا كرز. هيا يا كرز، روزي ورومبا هما أبرع من ينفخ فقاعات. رقلتي القوية أفضل. وهذه فقاعة جديدة، روزي ورومبا يحبان نفخ الفقاعات. ننط ننط ننط، هوب هوب هوب. أهلا يا كرز، ألم تفقع الفقاعات؟ مستحيل، لعبة مملة. صحيح؟ أنا أرى أنها مدهشة. المهم سأذهب إلى لين، إنها ترسم صورة لي. أوه، فهمت، ظننت أنكما تلعبان لعبة التنكر. أبداً. فقاقيع فقاقيع، تنط تنط. انظروا كيف تعلم روزي ورومبا بسرعة نفخ فقاعات جميلة. أنا سئمت من فقاعات روزي ورومبا المدهشة. أنا بارع في بعض الأمور ككرة القدم، وأنا بارع في صنع الفقاعات. سأبرهن ذلك، سترون. رسوم جميلة لي زينت جدراناً كثيرة، لكن هذا الرسم سيكون الأروع. أوه، انظري يا أرزة، فقاعة شفافة رائعة جداً. و تدغدغ. أنا هنا. كيف تريدين أن أكون؟ مسترخية؟ عاطفية؟ ما رأيك في وقفة عنيفة؟ آسفة يا بلبلة، أنا أنهي الآن رسم أرزة. هل يمكن أن تبتعدي إلى اليسار من فضلك؟ ظننت أنك سترسمينني. طبعاً سأفعل يا بلبلة بعد أن أرسم أرزة. حسناً، وكم تحتاجين من الوقت؟ لين، هل تعيرينني الهلهوب؟ نعم طبعاً. شكراً يا لين، إلى اللقاء. إنه كنسمة صيف، في لحظة يظهر وفي لحظة يختفي. مرحبا يا كرز. مرحبا بينون، هل تعيرني حوض الغطس من فضلك؟ نعم بالطبع، إنه يوم مناسب للغطس. لا أريده للغطس. لماذا ستستعمله إذن؟ قريبا سترى. قطرة، اثنتان. قطرتان تكفيان، إنه خليط فقاعات قوي. سأقوم بتجربة لأتأكد. روزي، رومبا. أهلا يا كرز، هل بقي خليط للفقاعات؟ نعم الكثير. حسنا، إن أعرتماني إياه سأريكما أكبر فقاعة في العالم. حسنا. استعمل القليل منه، إنه قوي جدا. هل حان دوري؟ خليط الفقاعات. أضف قطرتين. قطرة، اثنتان. سأضع الأفضل، الخليط كله. رسم جميل يا لين، وماذا عن رسم بلبلة؟ يا
يا بلبلة لم ينتهي، ليس بعد. لماذا لا ترافقيننا يا بلبلة؟ كرز يريد أن ينفخ الفقاعات. كرز، لكن قال إن الفقاعات مملة. اسمعوني جميعا، استعدوا لمشاهدة أكبر فقاعة شاهدها العالم كله. هاي. أحسنت يا كرز، فقاعة لطيفة. لا أريدها لطيفة، أريدها كبيرة. هذه المرة سأنجح، انظروا لهذه. ليت لين ترسم بشكل أسرع من هذا، إنني أنتظر من فترة طويلة. لقد نجحت، لقد نجحت. انتبه يا كرز. انتبه أين تسير كرز. انظروا، هذه فقاعات العملاقة. هذا غريب، الفقاعات ليست قوية هكذا. تعال يا رومبا، بلبلة تحتاج إلى مساعدتنا. كيف سنخرجها من هناك؟ ربما ستفقع وحدها. ليس إن استعملت المزيج كله، لقد صنعت فقاعة قوية، قوية جدا جدا. يا كرز. أمسكوا هذه الفقاعة. يا له من يوم مناسب تماما للاسترخاء. بلبلة، أرجوك ابتعدي عن الغسيل. أوبس، آسفة يا بينون، ولكننا أمام مشكلة الفقاعات. يا لك من فنانة يا لين. شكرا يا أرزة، لكن أين هي بلبلة؟ لقد حان موعد رسمها. إنها الآن وراءك مباشرة. انتبهي. اخرجوني من هنا. كيف يمكن أن ننزلها؟ لا أعرف يا رومبا. أنا أردت أن أبرهن لهم أنني الأفضل في شيء ما. كل ما أردته هو أن يشاهد أصدقائي ركلتي القوية. هل يمكن أن ترينا ركلتك الآن؟ اركلها على الفقاعة لعلها تفقع. ياي! رفرفي يا بلبلة، رفرفي. نعم، لا أحد يركل الكرة مثلك يا كرز. ولا أحد يصنع فقاعة مثلك، أرجو ذلك. هل أنت جاهزة لرسمي الآن يا لين؟ جاهزة؟ لقد رسمت. هذا لطيف. لطيف جدا. روزي، لماذا تكون الفقاعات دائماً مستديرة؟ ذلك لأنها... لأنها فعلاً مستديرة. ليتني أصنع فقاعات مربعة. أو فقاعات عوجاء. ما رأيك في فقاعة على شكل روزي؟ ستكون مضحكة. بالفعل هذه أفضل فقاعات رأيتها اليوم.